انت بغرى ما كهوايه معني ما كنتش نفكر جمله اني باش نحترف في المهنه هذه ولا باش تولي تدخل منها في الفلوس. السبور هو اللي خلاني نتغرم بالتلفزه وبالميديا اون جينيرال. يعني باش نكذب عليك نقول لك مغروم بالسياسه والفن, يكذب عليك يقول لك ماهوش فن. وقتها مع هشام الخلصي كان مدير برامج, هو اللي التواصل كان معاه, هو كان سبب في استقدامي بالطبيعه. تعرف علي عن طريق بعض الاصدقاء الاخرين اللي سبقوني الغادي. حقيقة معناها من المذيعين القلائل في الشبكة وقتها اللي كنت مقدم كل الاختصاصات. سيد أحمد أنا في كلمة شكرا عليه, من أرجل معرفة, معناها من أرجل, معناها مش نسبة للذكورة, نسبة للرجولة في مواقفه, في كلمته اللي ديما حاضرة.